بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 73. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معكم أيها الإخوة في برنامج من أحكام القرآن الكريم. قد توصلنا في الحلقة السابقة إلى بعض الأحكام والفوائد المأخوذة من قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إلى قوله تعالى وكفى بالله وكيلا. فيؤخذ أيضا إضافة إلى ما سبق من هذه الآيات النهي عن الغلو في المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وذلك لأن النصارى غلوا في المسيح فقالوا إنه ابن الله تعالى الله عما يقولون، أو هو ثالث ثلاثة، أو هو الله، مقالات قبيحة عند النصارى، وهذا من تحريفهم الذي أدخلوه على دين المسيح عليه الصلاة والسلام. المسيح إنما جاء بدين التوحيد وعبادة الله وحده، وقال لهم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنما الله إله واحد. فالمسيح عليه السلام كما ذكر الله تعالى عنه أنه قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فالمسيح أمرهم أن يكونوا عبادا لله، وأنه أول من يعبد الله، كما قال وهو في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهو عبد وليس ربا. وشبهتهم في أنه وجد من أم بلا والد، وهذا ليس بغريب على قدرة الله سبحانه وتعالى، فإنه أوجد آدم عليه السلام من غير أم ولا أب، بل أوجده من تراب، ولهذا قال سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ومن شبههم أن الله سماه كلمة من الله، وليس المراد أنه هو نفس الكلمة، لأن كلام الله غير مخلوق، وإنما المراد أنه وجد بكلمة وهي قوله تعالى كن، قال له كن فيكون. فهذا هو. وكذلك من شبههم أنه روح منه، والجواب أن هذه روح مخلوقة، روح منه أي من خلقه، كما أن تقول هذا الرزق من الله، هذا الرزق من الله ليس معناه أنه بعض من الله سبحانه، وإنما معناه أنه منزل من الله، وأنه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فليس لهم أي شبهة في هذه الكلمات. فهذا فيه النهي عن الغلو، وهذا ليس خاصا بالنصارى، بل هذا نهي عن الغلو مطلقا في جميع الأشخاص وفي جميع الأمور التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو،
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فلا يجوز الغلو في شخص سواء كان ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصالحين، كلهم عباد الله سبحانه وتعالى، فلا يعطون شيئا من حق الله سبحانه وتعالى، لأن الغلو في الشخص يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. فالنصارى لما غلوا في المسيح عبدوه من دون الله عز وجل، وكذلك من هذه الأمة من غلا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى آل الأمر به إلى عبادته من دون الله، نسأل الله العافية. ويؤخذ من هذه الآيات بيان حقيقة المسيح عليه السلام أنه ليس هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة، وإنما هو رسول الله، ولهذا قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فهو رسول من الله سبحانه وتعالى، والرسول غير المرسل. ويؤخذ من هذه الآيات أن المسيح وجد من أم بلا أب، بل وجد بقوله تعالى كن فيكون، وأنه روح من الله بمعنى الروح المخلوقة منه سبحانه وتعالى. وكل الأمور كلها من الله سبحانه وتعالى، الأرزاق والآجال وكل شيء فهو من الله سبحانه وتعالى، وليست خلقا وليست من ذاته سبحانه، وإنما هي خلق من خلقه. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب الإيمان بالله ورسله جميعا، لقوله تعالى آمنوا بالله ورسله، الإيمان بالله أولا ثم الإيمان بالرسل ثانيا، لأنهم رسل الله وعباد من عباده تجب طاعتهم واتباعهم، وليس لهم من الربوبية والألوهية شيء. وأن من جحد نبوة نبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء. ويؤخذ من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى إله واحد، قوله تعالى إنما الله إله واحد، واحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، ليس له ولد ولا شريك في الملك ولا معين ولا ظهير، فهو الغني عن خلقه، والخلق كلهم بحاجة إليه سبحانه وتعالى. فهذا فيه كمال التوحيد، إنما الله إله واحد، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن قوله إنما الله إله واحد هو بمعنى النفي والإثبات في قوله تعالى هو في لا إله إلا الله، فإنها نفي للربوبية عن كل ما سوى الله والعبودية، وإثباتها لله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه أن يكون له ولد، نزه نفسه عن الولد، لأنه ليس بحاجة إلى الولد، لأنه غني عن خلقه، أما الوالد فهو بحاجة إلى الولد كما هو معلوم، والولد جزء من الوالد وبعض منه، والله جل وعلا ليس له جزء، كما ليس له جزء مخلوق، ليس له جزء مخلوق كما قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. ثم قال جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض، فهو الغني سبحانه وتعالى الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض خلقا وعبيدا، فليس هو بحاجة إلى الولد. ويؤخذ من هذه الآيات في ختامها قال وكفى بالله وكيلا، أن الله سبحانه وتعالى مفوض إليه كل أمور عباده
صرفها كيف يشاء، لا شريك له في ذلك. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.